بالذات. ورقة الشارع مخيفة جداً، بس اشمعنا يستخدم الآن وبالذات؟ هاي الراد لها تحليل وصفنة طويلة. هاي العكازة شيعية رغم أنه الشارع الكردي توجع عليها شوية، وأكو إيرادات داخل الشارع السني وآخرين تصب بهالإطار. لكن من تشرين فصاعدا صار الشارع الشيعي الأكثر بروزا، والظاهر أكو تيار يدفع بهذا الجانب، لكن وراء الأكمة ما وراءها. هسا تصريحات مشحونة عنوانها النزول للشارع بدأت تبرز للعلن. أطراف تشوف الشارع خيار مؤذي بس تدفع الحل مستعجل قبل ما يفلت السرقي والثور الطلقة. الحكومة منتهية الصلاحية واقفة بنص الطريق، بل بنص الحرائق، مدر الطفي، مدر تباوع، حطمت الرقم القياسي كأطول حكومة تصريف أعمال بأكثر من 200 يوم، وخوفها يتعاظم من أنه تصير هذه الحكومة بالوجه وساعدها أي خيار تتخذه وأي طريقة تفوت به للنجاة. وحيكم مشاهدينا من جديد، هذا أسبوع جديد بعلى المسطرة، حياكم الله. جديد لكم التحية مشاهدينا، أناقش كل ملفات هذه الليلة مع ضيفي داخل الاستوديو الدكتور نعيم العبودي الناطق الرسمي باسم عصائب أهل الحق. حياك الله دكتور، شرفتنا وشكرا لتلبية الدعوة. حياك الله. خلينا نبدأ الحوار من أنه بزحمة المبادرات الكل طرح مبادرة، لكن إلى الآن شلون تشوفون هذه المبادرات؟ وآخر شيء تحالف مستقل يطرح مبادرة بداها من أربيل، هذه المبادرات إلى الآن أتت بأكلها؟ لا منتظرين مبادرة قادمة أو شنو الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا أخت أمل ولي قناة الفرات ومشاهديكم الكرام. يعني أكو يعني مبادرات هي أصلاً تولد ميتة، وأكو مبادرات ممكن تطبيقها. كثير من المبادرات سواء كان من الكتلة الصدرية أو من الإطار كانت هناك يعني قريبة للواقع. يعني الإطار يرى بأنه قضية المكونات مهمة جداً في العراق، ويستطيع الشيعة منذ يعني قبل هذه الدورات يستطيع أن يأخذ رأس الجمهورية ورأس الوزراء ورأس البرلمان، ولكن احتراما للمكونات، وبالتالي العراق هو عبارة عن مكونات يجب أن يأخذ كل مكون استحقاقه. فعندما يجتمع السنة كمكون ويصوتون، حتى الذين تقاطعوا يعني واختلفوا سياسيا يصوتون لرئيس مجلس النواب السيد الحلبوسي، وكذلك الاخوان الكرد يتفقون بانه يجب ان يكون رئيس الجمهوريه من عندهم، او ان كانت هناك اختلافات في وجهات النظر بين الديمقراط والاتحاد الوطني الكردستاني. ايضا الاخوه في الاطار لديهم رؤيه بانه المكون يجب ان يكون هو الكتله الاكبر ويقدم مرشحه، ومن ثم نتناقش اذا نذهب للمعارضه او لا. لذلك حتى المبادرة الأخيرة أخت أمل يعني اللي طرحها الإطار قال بأنه تعرفين كان الأخوان في الكتلة الصدرية يقترحون بأنه نتعامل مع 40 مقعد فقط نشكل هذه الحكومة مع الأخوان الإطار، ولكن من ضمن التحالف الثلاثي.
المبادرة الأخيرة من الإطار، لا، نحن نكون الكتلة الأكبر في داخل مجلس النواب كإطار وكتلة صدرية، وهذا هو حق المكون، نقدم رئاسة الوزراء، وهناك جزء سوف يذهب للمعارضة من عندنا، نعلن ذلك رسميا. تعرفين هناك قوة أساسية في داخل الإطار مثل الحكمة، قالوا بأنه منذ البداية بأنه نذهب للمعارضة، نحن من ضمن الإطار ولكن لن نشترك في هذه الحكومة، وسماحة السيد الحكيم أعلن ذلك رسميا في أكثر من لقاء وفي أكثر من بيان. كذلك الأخوة الآن في الفتح قالوا إذا الأخوة في الكتلة الصدرية يتوقف الموضوع علينا نحن بأنه ما يصير تجون كلكم وما الأطار ما يحتوى كل الأطار، نحن الفتح مع الأخوة في الحكمة نذهب للمعارضة ونعلن ذلك رسميا، ولكن بالشرط يجب أن يكون هناك رئاسة الوزراء مرشحة من قبل المكون الأكبر اللي هو الإطار والتيار الصدر، ومن ثم نؤسس لقضايا أساسية مؤسسة الدولة من ومؤسسات دولة حقيقية، ونتفق على قضايا إصلاحية جوهرية للمرحلة القادمة. لكن إذا هذه المشاكل بقت تحت هذه اللحظة ولم تحل، سوف ترحل أيضا كسابقاتها إلى المرحلة القادمة، ولن نخرج من هذا النفق. زين، هسه العالم الدور على ضوء بنهاية النفق، حضرتك وين نشوفه؟ أنا أعتقد بأنه هناك أمل، هناك أمل كبير خصوصا خلال هذه الفترة، هناك نقاشات بصراحة الإطار أعطى كل ما لديه، هناك نقاشات، هناك تفاعل بصراحة، ننتظر خلال هذه الأيام ماذا سيحصل. الإطار مستعد لكل الطروحات. أكو تفاهمات أولية حتى مبعث لهذا الأمل؟ اجتماعات بين الإطار والتيار مثلا؟ يعني أنا اللي شفته من القوى الأساسية في داخل الإطار بأنه لن يبقى الوضع كما هو عليه، فلذلك عندما يعلن الفتح مع الأخوان في الحكمة بأنه نذهب للمعارضة من أجل أن نحافظ على المكسب الحقيقي للمكون الأكبر، أنا أعتقد هذه أيضا هو خطوة متقدمة باتجاه الصحيح، ننتظر خلال هذه الأيام. لكن الطرف الآخر هذا ما يراه الإطار، لكن ما يراه التيار او الكتله الصدريه؟ الكتله الصدريه خب لابد ان بعد تتفهم الوضع، انا اعتقد خب ما نبقى الى متى نبقى يعني في طريق مسدود. الاخوه ايضا نحن بصراحه ايضا نحسن الظن بهم، نختلف سياسيا، هذا شيء طبيعي جدا في العمليه السياسيه، لديهم رؤيه للدوله وللحكومه وكذلك للاطار وقوى الاطار لديهم رؤيه. هذه الخلافات وهذه الاختلافات يجب ان يكون لدينا إرادة حقيقية في إدارة هذه الاختلافات، أكيدا الكل حريص بأن هذه الاختلافات لا يريدون أن يعكسوها على الشارع، يجب أن يكون هناك أيضا صوت، ويجب أن يكون هناك حوار ونداء وخطاب للجمهور بأن هذه الاختلافات لا تنعكس على المجتمع حتى لا يكون هناك احتكاكات. أنا أعتقد بأنه الآخرين أيضا سواء كان الإطار أو الأخوة في الكتلة الصدرية حريصين على أن لا يتحول هذا التشنج وهذه الاختلافات إلى الشارع. طيب، ننتظر الردود خلال هذه الأيام من الأخوان في الكتلة الصدرية، وإن شاء الله سوف في الأخير لابد أن يكون هناك حل يرضي الجميع. بضوء ما تحدث به دكتور أنه ممكن أنه ينقسم الإطار يصير جزء يشكل الحكومة أو مشارك بتشكيل الحكومة وجزء معارض؟ هذا السؤال مهم. أنت تعرفين إحنا بالنسبة للإطار احنا عندنا مبدأ بأنه قضية المعارضة يعني مو يعني نفرضها على الآخرين، المعارضة يجب أن يكون هناك خيار للآخرين، مثل ما لأن المرحلة حساسة. طبعا البعض يقول كيف المعارضة خيار؟ لا، خلال هذه المرحلة هي مرحلة توافق، الوضع غير طبيعي، وهذا يحصل أيضا مو بس بالعراق، حتى في دول العالم، لأن إحنا تجربتنا على الرغم أنه 19 أو 20 سنة الآن ولكن هي تجربة فتية في بناء الدول وبناء الجمهوريات، وإن كان هذا غير مبرر على ما قدموا لحد هذه اللحظة. نعم، فلذلك قلنا حتى نحافظ على المكسب الأساسي اللي هو مكسب المكون الشيعي بأنه إحنا جزء نذهب جزء من المعارضة والآخرين خلي يشكلون الحكومة مع إرادتنا ويعني ورؤيتنا بأنه سوف ندعم الأخوان في داخل الإطار مع في تشكيل الحكومة وبحسن نية وبطيبة قلب سوف ندعم، ولكن لدينا وجهات نظر بأنه لابد أن يكون المعارضة خيار من الكتل السياسية لا نفرضها على الآخرين لأن الوضع لا يتحمل ذلك. العصائب راح تكون مع المعارضة لو مع تشكيل الحكومة؟ إذا لم يكن الإطار كله مع الحكومة وبقى الوضع كما هو عليه، نحن نميل حتى هذه اللحظة ما صار قرار، نميل بأنه نتب طبعا أيضا أرسلنا رسالة بأنه الفتح يذهب للمعارضة إذا بقى الوضع كما هو عليه حتى يشكلون الحكومة الأخوان الباقين من الإطار مع الكتلة الصدرية. إذا كان الخيار للأخوة في الكتلة الصدرية بأنه 50 أو 40 نائب من الإطار.
نذهب إلى المعارضة من أجل أن الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح. طيب، إذا تتقوى الأكراد على رئيس الجمهورية أو على اسم موجود بين الكرد، راح تنحل أزمة الشيعة وأزمة رئاسة الوزراء؟ مو 100%، ولكن أعتقد هي حل العقدة الأولى. سوف يعني من هي العقدة الأولى؟ رئاسة الجمهورية؟ رئاسة الجمهورية أكيد. وسوف أكيدا سوف يعني تنحل العقد الأخرى، يعني راح يسهل الأمور كثيرا. نتمنى أن يكون هناك توافق بين الإخوان الكرد، ولكن تعرفين الوضع حتى هذه اللحظة يعني ماكو خطوة إيجابية أيضا في الاتجاه الصحيح. بين نعم هناك حوار، أنا أعتقد بأنه هذه الحوارات أيضا هي حوارات إيجابية. هي المشكلة ست أمل هو مو قضية التقاطعات السياسية، هي المشكلة الحقيقية والغريب عندما يكون هناك تقاطع وانسداد سياسي لا يوجد حوار. بالعكس، هو بالانسداد والتقاطعات السياسية في كل دول العالم يجب أن يكون هناك حوار مستمر. لحد صار هاي الثمان أشهر وين راحت؟ هو جاي يقول ماكو حوارات، يعني ماكو حوارات حقيقية، يعني لا تشوفينها. قصدك على طاولة مستديرة؟ نعم، حالات متقطعة، يعني مبادرات لأما عن طريق الإعلام أو عن طريق المراسيل، وهذا ما راح تنتج. يعني عندما يكون هناك حوار ويعطي كل كتلة سياسية وطرف سياسي وجهة نظرة في إدارة الدولة وكذلك في بعض القضايا الأساسية، أنا أعتقد نوصل إلى نتيجة. إذا هناك إرادة حقيقية بأنه فعلا إحنا نريد أن نبدي مرحلة جديدة في إدارة هذه الدولة، قضية إصلاحات حقيقية، لأن الوضع كما هو عليه المنطقة الآن جاي تتغير، الوضع الإقليمي، الوضع الدولي، فالعراق أيضا في خضم هذه التغييرات يحتاج أن يكون هناك استعداد من الكتل السياسية. وضع اقتصادي عندنا به مشكلة، عندنا الكهرباء عندنا مشكلة، الوضع الصحي عندنا مشكلة، فهذه يجب أن تكون في مقدمة الطاولة. نحكي عن ماكو حوار بالأصالة، أكو بس بالوكالة وعن طريق المندوب. لا هو أكو، بس أقول هذه شنو سببه؟ يعني ليش ما يقعدون الطرفين الأساسيين اللي هم السيد مقتدى الصدر والسيد المالكي تنحل؟ لا هو مو بس السيد والسيد المالكي، السيد مقتدى والسيد المالكي، ولكن هو بداية كانت هناك نقاشات، كان هناك لقاءات، ولكن هذه اللقاءات انقطعت. أقول هذه مو صحيح في الوضع السياسي بأن تنقطع هذه النقاشات وهذه الحوارات. يجب أن يكون حوارات، حتى لو اختلفنا سياسيا، حتى لو تقاطعنا، حتى لو كان التقاطع جوهري، يجب أن يكون هناك نقاش وحوار ما دام هؤلاء هم جزء من العملية السياسية وجزء من هذا البلد. حتى لا يكون هناك ارتدادات سلبية على العملية السياسية، يجب أن يكون هناك نقاش ويجب أن يكون هناك حوار من أجل الاتفاق على قضية أساسية اللي هي تشكيل الحكومة. بالمناسبة إذا تشوفين هي مو قضية يعني صعبة جدا حتى ما تشكل الحكومة، مو صعبة، ولكن بقضية النقاشات والحوارات أنا أعتقد 100% وصلنا إلى نتيجة. لذلك أقول بأنه حتى لو كان هناك اختلافات جوهرية، هذا مو صعبة دكتور، يعني هاي بعد هو تعرفين بعض الكتل السياسية وبعض التوجهات، يعني هو قضية الحوارات والنقاشات أنا أشوف أنها جوهرية. قضية بالوكالة ما راح تنتج يعني حوار حقيقي وجوهري. عندما يكون هناك جلوس على طاولة مستديرة والكل يطرح وجهة نظره ورؤيته للحال، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، أكيدا بأنه سوف تكون هناك تلاقح أفكار. لأن مو مثل ما أنا أرسل رسائل مثلا عن طريق منصال معين أو عن طريق مثلا الإعلام، ما راح توصل إلى نتيجة. خلال هذه الفترة وجدت بأنه الطرفين لديهم خلال الأيام السابقة القليلة وجدنا بأنه هناك إرادة حقيقية بأن لابد أن تشكل حكومة. خب إلى متى تبقى يعني خلال يعني فترة زمنية طويلة؟ نتأمل خير إن شاء الله بالأيام القادمة أن يكون هناك حوار ونقاش ويوصلون إلى حد. طيب هسه نتأمل خير، هذا شوي واقفين عندها، يعني ما عندنا غير هذا، شو نسوي؟ بدون أساسيات، يعني احنا بدنا نحكي لا اكو أساسيات. لا مو هو شنو هو يعني لحد هذه اللحظة قلت لك اكو توقف. يعني الاخوان بالاطار اطوا المبادره، الاخوان بالكتله الصدريه اذن اطوا مبادره زين. ولكن المبادره الاخيره مال الاطار انا اشوف انها اكثر واقعيه زين. وصلت الى مرحله بانه يابا احنا ما نريد نكون جزء من مشكله ولا يفهم بانه الاطار هو اللي معطل لتشكيل الحكومه. احنا اذا تبدون جزء من الاطار، جزء الاطار يذهب الى تشكيل الحكومه ونحن نذهب الى تشكيل المعارضه. طيب هسه التواصل مع الكرد او مع الديمقراطي مستمر لو انقطع بسبب الصواريخ؟ بسبب الصواريخ ماكو شيء ينقطع يعني ويا الاخوان، يعني ما دام هم جزء من هذا البلد. بس احنا نشوف اكو قضيه المشكله مع الاخوان الكرد، اكو سؤال جوهري واحنا طرحناه في اكثر من لقاء، و يعني سواء كان لقاء اعلام او لقاء سياسي، بانه ما هو نوع العلاقه بين الاخوه الكرد والمركز مع بغداد؟ هذا السؤال مهم جدا. اذا الاخوان وجدوا فالجواب حقيقي بأنه نوع هذه العلاقة، أنا أعتقد بأنه العراق والمركز سوف يساعد الإخوان الكرد. نوع العلاقة شنو؟ فيدرالية؟ خلينا نشوف شنو التجربة الفيدرالية الموجودة بالعالم خلينا نطبقها.
كونفدرالية، خلينا نقول كونفدرالية، دولة بوحدكم، قولوا لنا الدولة بوحدكم حتى بعد احنا نقوم مو الى ابد الابدين، احنا نبقى بانه هناك جزء من العراق لا يريد ان يكون من ضمن المركز. فبالتالي احنا متمسكين بالشعب الكرد ومتمسكين بالتوجه لاخوان الكرد، ولكن من اجل مصلحه عليا يجب ان نحافظ على العراق كدوله موحده مستقله. لذلك اليوم اذا تشوفين ستمر، طبعا بالمناسبه هو هذا بعض المطالب وعدم الجواب على هذه الاسئله سوف ايضا سوف يسبب اشكالات حقيقيه للتحالف الثلاثي. الان انت بالموضوع النظام الغذائي، اليوم اذا شفتي هناك طلب رسمي من الاخوه في الكتله الحزب الديمقراطي للمجلس النواب واعتقد للجنه الماليه، هو هذا سؤالي انه قدموا 6 شروط حتى يوافقون على الامن الغذائي. انا اسال سؤال، الامن الغذائي اذا يعني تم التصويت عليه واذا مشي واذا المحكمه الاتحاديه ايضا ما وقفته، هو هذا الامن الغذائي مال شنو؟ هذا السؤال. الفاض مال النفط زين، هذا المتفق عليه صح ولا لا؟ هو المعروف هذا زين، مو انا جاي انت جاي تبيع الفاض مال النفط مالتك وما مسلمه للمركز، وهذا مال المركز، فشلون تطيدني ما تسلم النفط والفاض مالتك تبيعه وتطيد تشاركني هنا؟ وهاي شلون على حساب يعني على حساب الشعب العراقي؟ البيان اللي طلع شنو، مناوره سياسيه لو مطلب؟ لا هذا لو شروط لا مطالب اساسيه حتى شو اسمه لازم يتضمن القانون هذه المطالب، فبالتالي راح يصير به صعوبه جدا اذا وافقوا الاخوان. شلون شفتها دكتور؟ ها؟ هذه الشروط الستة اليوم اللي طرحها الكل، طبعا هاي الشروط مو جديدة، انت تعرفين كل موازنة كل سنة، ليش انا اقول هذا السؤال الجوهري يجب ان نحله؟ وحتى هاي قضية الموازنة راح يسبب لنا اشكالية هم حقيقية. تعرفين انت بالموازنة السابقة يعني وفود الحزب الديمقراطي والحزب الكردستاني جت بغداد مع قيادات سياسية وشوف ايش قد تأخرت وصار النتيجة شنو؟ نسلم الايرادات وطونا شو اسمه مشينا الموازنة ولحد هذه اللحظة لم يطبق هذا القانون. زين، بعض يشوف انه هذا اختبار للتحالف الثلاثي او خلينا نسميه للتيار. اي فبالتالي يستحيل، انا اقول لك يستحيل الجماعة يذهبون معه، يستحيل. ليش؟ من هم الجماعة؟ التحالف الثلاثي الاخر يعني سواء كان السنه او الكتله الصدريه. مستحيل، سواء السياده عفوا مو السنه، سواء السياده او الكتله الصدريه. ليش؟ لان هذا راح يصير على مصلحه الشعب العراقي. قصدك ما يوافقون على شروط السته؟ لو اذا وافقوا وهذا انتحار سياسي لمن؟ سواء كان للتحالف السياده او الكتله الصدريه، ومستحيل يوافقون عليه، مستحيل. ليش؟ لان هذه طلبات راح تسبب مشكله حقيقيه، يعني انت جاي على مود التحالف راح يسبب لي مشكله على حساب حقوق الشعب العراقي سواء كان الوسط والجنوب. وانا بصراحه استغربت يعني شلون صاغوا هاي الطلبات اللي هي فائض النفط مال المركز، وانت عندك الفائض النفط مالتك بالكردستان العراق تريد تاخذه وتريد تشاركنا هنا. فهذه القضيه اساسيه. قولا ست امل، اذا احنا نؤمن بالدوله ونؤمن بان يكون هناك شراكه حقيقيه، هو هذا السؤال اللي طرحته، ما هو نوع العلاقه اللي تردونها؟ هذه ما معروفه، لا هي فيدراليه، لا هي دوله، لا هي كونفدراليه، حتى لو كانت دوله ما ممكن تاخذ ايراداتها وتاخذ حقوقها وبعدين تجي للدوله الاخرى يقول لك تعال اعطيني هذا النفط. في حال رفض هذه النقاط السته، برايك شنو راح يكون رد البارتي على شركائه؟ يعني كتلة صدرية والسيادة، يعني هو تعرفين بعد هذا القرار، هو قرار يومهم، احنا بغض النظر احنا مو يعني الظاهر بانه يتفكك تحالف او يتفكك حزب او لا بالعكس، ولكن اقول بانه يجب ان يكون المطالب وكذلك القوانين التشريحية تنظر الى مصلحة الشارع ومصلحة العراق. ابن السليمانية كون احنا نتعامل وياه من نفس ابن الناصية وابن البصرة وكذلك ابن الانبار، لك حقوق ولكن عليك واجبات. الاخوان ما اعرف لحد هذه اللحظة يردون الحقوق بس الواجبات راح يتنصلون عنها، والدليل القانون الموازنة السابق لحد هذه اللحظة لم يطبق من عنده ولا برميل نفط واحد ولم يسلموه للمركز، لذلك هاي مشكلة حقيقية. يعني حتى احنا لو مشينا، حتى لو مشت هذه الموازنة المرحلة القادمة والسنة القادمة شلون راح تحلها؟ فلذلك اكو قضايا جوهريه، هي مو قضيه تحالف بس، اكو هي مصالح شعب. اذا ما انحلت هذه الاسئله الجوهريه ونوع العلاقه وان يكون هذا الحوار يقول على طاوله مستديره، ما راح نوصل لنتائج ولا راح نتحرك استقرار سياسي. ماذا لو تم التوافق يعني على هذا على هذه الشروط السته انه 3 ب3؟ بالعافيه يعني مخليه يعني يريد يمشونه؟ تتوقع يعني اكو نسبه تقارب توافق اتفاق؟ انا استبعد، ولكن اذا وافقوا على هذه الطلبات ومشوا القانون بالعافيه. بالعكس احنا نبين لشعبنا بانه هذه القضيه كانت خطا ويجب ان تصحح سياسيا. احنا اللي علينا ما نصوت. ايش قد عندك بالمئة الرفض المحكمه الاتحاديه؟
يعني نسبة كبيرة. تعرفين احنا حتى بالمبادرة اللي طرحناها وطرحها ايضا سماحة الشيخ الخزعلي بنيابة البرلمان او الحكومة اذا من حقها تشرع القوانين وهي بينت اولا احنا عندنا قرار محكمة الاتحادية اي قانون ما يشرع في داخل مجلس النواب اذا بجنب مالي وهذا بجنب المالية واذا الحكومة من حقها تقدم قوانين ضد المحكمة الاتحادية وقالت مو من حق الحكومة العراقية فبالتالي اذا من حقها تنزل نقول اذا من حقها خب جيبوا لنا قانون الموازنة احنا ليش نخلي قانون الامن الغذائي فبالتالي هو كله باشكال قانون ودستوري احنا اقول تنزلا حتى لو يعني مشى هذا القانون انا اعتقد راح يواجه مشكلة حقيقية مجتمعية وخصوصا بعد المطالب التي قدمها الكتلة في الحزب الديمقراطي. طيب خلينا نجي الموضوع المكون الاجتماعي الأكبر المكون الشيعي. الشيخ القيس قيس الخزعلي في آخر بآخر حوار إله قال بأنه الكتلة الصدرية رادت 9 وزارات وثلاثة للإطار مقابل التوافق أو الاتفاق على تشكيل الحكومة. هسه من هكذا كلام يطلع من السيد الشيخ أو الشيخ قيس الخزعلي بأنه هاي مو قراءة هاي معلومة أكيد لأنه هو حاضر بالاجتماع. أيوة هذا بناء تعرفين هو بناء بأنه الإطار من الكتلة الصدرية طرحوا موضوع بأنه يعني نتعامل مع 40 حتى الباقي يكون معارضة متحسبين يسوون 3 إلى 4 الوزارات. احنا بصراحة الموضوع مو موضوع وزارات وكم عدد الوزارات للإطار احنا قضية اللي اختلفنا بهم قضية بالمنهج. اولا احنا قلنا بانه الكتلة الصدرية هي فائزة الاولى سوف نحترم هذا القرار وسوف نعطي الحق للكتلة الصدرية ان ترشح رئاسة الوزراء ولكن الاطار له حق الفيتو يناقش رئيس الوزراء المنهج البرنامج الحكومي ولا حق الفيتو باللفظ ولكن اختلفنا في عدد في تمثيل الاطار في الحكومة مع الاخوان في الكتلة الصدرية لذلك قلنا بانه احنا الموضوع اما ان نشكل الحكومة ان كاطار مع الاخوان في الكتلة الصدرية او لا نذهب للمعارضة اللي طرحتها قبل دقائق مع حضرتك بأنه احنا نذهب الفتح مع الأخوان في الحكمة نذهب للمعارضة ونشكل وخلي الباقين يشكلون الحكومة الأخوان في الكتلة الصدرية لا لا يرغبون أن يكون هناك يعني تحالف الكتلة الصدرية مع جزء معين لا يردون هم مع جزء معين احنا قلنا بأنه هذا الشيء ما نقدر صعب علينا بالنسبة لنا كطار نرفض أن يكون هناك المعارضة يعني تفرض على كتلة سياسية الكتلة السياسية من حقها إلها مقاعد وإلها تمثيل موجود في مجلس النواب وبالتالي من حقها أن تشارك في الحكومة العراقية. طيب السيد جعفر الصدر بعد المرشح الأكثر حظا بين الإطار والتيار؟ هو لم يصل يعني بصورة رسمية حتى من طرح يعني بصورة غير رسمية الأخ السيد جعفر الصدر قلنا أولا السيد جعفر مرشح من؟ وهذا السؤال راح يرجعنا للكتلة. يعني لازم أن يكون مرشح كتلة الأكبر. غير مرشح الكتلة الصدرية؟ مو الكتلة الصدرية بعد ما نتعامل معها هنا الكتلة الأكبر هي الكتلة الفائزة بالانتخابات بس تعرفي لازم تشكل في داخل مجلس النواب. احنا بالأسماء ما عندنا مشكلة نناقش البرنامج الحكومي الوضع السياسي للمرشح وما عندنا مشكلة لم يرفض السيد جعفر الصدر ولكن قلنا بأنه يجب أن يكون هناك ترشيح من قبل الكتلة الأكبر هذه الكتلة الأكبر نحن نراها أن يكون الإطار مع الكتلة الصدرية لحد هذه اللحظة قلت لك يعني الموضوع يعني ما سبب مشكلة ترشيح السيد جعفر الصدر ولم يعني يرسل بأنه بالضفط ولكن قلنا بأنه لن نناقش أي اسم قبل أن نتفق على الكتلة الأكبر أو الكتلة الأكثر عددا حتى نقدم المرشح سواء سيد جعفر أو غيره ولكن نناقش في داخل الكتلة الأكثر عددا. كإطار ما عندكم رفض لكن عندكم ملاحظات على سيد جعفر الصدر؟ كل الملاحظات وكل النقاشات مؤجل لذلك لم نناقش أبدا في هذا الموضوع. قلنا ولا قعدة ولا اجتماع مع سيد جعفر الصدر؟ لا لم يكن هناك جلسة فقلنا بأنه السيد جعفر الصدر أي مرشح تلتئيه الكتلة الصدرية احنا ما عندنا مشكلة ولكن خلينا نتفق أولا على الكتلة الأكثر عددا ومن ثم نطرح المرشح ونناقشه فلذلك لم يناقش الأسماء أبدا ولكن من ناحية المبدأ السيد جعفر لم يرفض. طيب ربما برأيك تؤمن الكتلة الصدرية بأنه يكون اسم رئيس الوزراء متوافق عليه والدليل أنه طرحت السيد اسم السيد جعفر الصدر؟ طبعا هو السيد جعفر الصدر تعرفين يعني من ناحيه الماده ماكو مشكله احنا من السيد جعفر الصدر ولكن هو القضيه منهجيه بانه انت بتطرح سيد جعفر من اذا الكتله الاكبر هي الكتله الصدريه خلي يقدم سيد جعفر وينتهي الموضوع مع الكتل الاخرى لا احنا الموضوع عندنا بانه لا
الكتلة الأكبر السيد جعفر هو إلى قوة أيضا بأنه يجب أن يخرج من الكتلة الأكبر ومن المكون الشيعي، مجموع المكون الشيعي قدم السيد جعفر الصدر. لذلك عندما نتفق يجب أن يناقش أيضا، يجلس لحد الآن ما صار هو نقاش ولا اجتماع مع الأخوان في القوى الأساسية للأطار، نتفق على الكتلة الأكثر عددا ومن ثم يناقش السيد جعفر ما هي ملامح الحكومة، ما هو البرنامج، الوضع الاقتصادي شلون راح ينظل، موضوع الكهرباء، موضوع بعض القطاعات، موضوع الجانب الصحي، كل هذه سوف تناقش. ولكن لحد هذه اللحظة قلت لك احنا اجلنا موضوع النقاش بالاسماء، الهدف الاساسي ان نتفق على الكتلة الاكثر عددا ومن ثم نذهب للاسماء. طيب خلينا نجي دكتور الى موضوعة اللجان النيابية. الاطار اخذ استحقاقه بشكل كامل بهذه اللجان، لان احنا سمعنا بانه تعرض الاطار للتهميش والاقصاء وايضا انه ما اخذ كامل استحقاقه. لا وتعرفين لحد الان اللجان ما صار اتفاق، يعني ما مصوت عليها، يعني فقط اللجان الاكبر سنا، يعني رئاسة اللجان، مو صحيح؟ لا كل اللجان النيابية. اللجان لا هو كل يعني النواب ممثلين في كل اللجان، ولكن هو النقاش يعني خرجت ورقة بأنه اللجنة الفلانية رئيسة من هذه من داخل مجلس النواب. أي هذا هم يختاروا. أي هذا غير صحيح، هذا الأكبر سنا صار اتفاق، ولكن كرئاسة لجان لم يتفق لحد هذه اللحظة، يعني لحد هذه اللحظة اللجان ماشية بأنه الأكبر سنا. ايضا منتظره قضيه التوافق بين الكتل السياسيه حتى يكون هناك استحقاقات سواء كانت للحكومه او للمعارضه في داخل مجلس النواب. السيد حسن الكعبي رئيس اللجنه الماليه، اكو اكبر منه يعني بلجنه 25 نفر موجوده، هو الاكبر سنا بها؟ لا كان اعتقد مشعان الجبوري، السيد النائب مشعان الجبوري بعد خروجه من مجلس النواب كان السيد مشعان الجبور في داخل اللجنة المالية معطي تفويض للسيد حسن الكعبي. بعد خروجه بقى هذا الوضعية، ولكن هذا القرار هو قرار داخل اللجنة، هم يتخذون هذا القرار. طيب هسا إذا بكل هذه التفاصيل والانسدادات السياسية البعض يحاول بالمناسبة آسف يعني قانونا يستطيع سواء كان اللجنة المالية أو اللجنة القانونية أو أي لجنة من اللجان الآن قانونا بأن يذهبوا للانتخابات وينتهي الموضوع، ولكن كل الكتل السياسية بغض النظر عن الاختلافات السياسية محترمة وتنتظر التوافق السياسي. بما أنه بعد الانتخابات صارت المحكمة الاتحادية بطل الساحة، ماكو توافق سياسي، لكن البعض يحاول زج المحكمة الاتحادية بنص هذا السجال، ضربة للعملية السياسية. يعني أنا أقول لك استهداف المحكمة الاتحادية، استهداف القضاء هو ضرب للعملية السياسية. تعرفين بداية الأزمة السياسية قدمنا طعون، قدمنا إثباتات على تزوير الانتخابات، وكان الممثل نسيت الحاج هذا العامد في داخل المحكمة الاتحادية، وكنا موجودين في داخل المحكمة الاتحادية، وكان كل المعلومات التي لدينا بأنه المحكمة الاتحادية والقضاء سوف يرفض الانتخابات وسوف يلغي. اجى القرار، قرار من المحكمة الاتحادية مخالف تماما لتوجهات الأطار. مباشرة سماحة السيد الحكيم اعتقد مباشرة نفس اليوم او بعد ثاني يوم هنأ الفائزين وقال نحترم قرارات المحكمة الاتحادية. الحاج هادي العامري، سماحة الشيخ الخزعلي، كل القوى السياسية الموجودة هنت وقال بأنه احنا بالنسبة لنا نحترم اللي هنأ، والباقي الأخوة قال احنا قرار المحكمة الاتحادية نحترمه، لأن احنا الحصن الأخير لبناء الدولة الحقيقية والمرتكز الحقيقي للدولة العراقية هو القضاء، فبالتالي لابد أن لا نختلف عليها أبدا حتى لو كانت القرارات هي مخالفة لنا. وتعرفين حتى بالسوشيال ميديا يعني صارت دكت على الأطار في تقديم للمحكمة الاتحادية أكثر الجلسة الأولى، أيضا هو خلاف التوجه للأطار. احترمنا قرارات مجلس القضاء الأعلى وكذلك المحكمة الاتحادية. الآن يعني مجرد أن يكون هناك يعني قرار بالضد من توجه معين يهاجم القضاء، أنا أعتقد هذا خطأ كبير جدا وفادح، وحتى الأخوان يعني أعتقد المحكمة أو المجلس القضاء في كردستان العراقي هاجم المحكمة الاتحادية، هذا خطأ كبير جدا يهدد العملية السياسية. البارحة يعني القرار من داخل قضاء كردستان بأنه بعد ما يحترم قرار المحكمة الاتحادية، بس هذا معناها استقلالية. هو وين تابعين؟ هو لا ليش أقول وين تابعين؟ فبالتالي إحنا عندما ننتقد ونشكل بعض الإشكالات على أخوتنا في قيادات أو الحكومة في كردستان العراق، هذا هو يعني نابعة من بعض المعلومات وكذلك بعض القضايا الحقيقية التي ربما هي مو مصلحة أيضا الكرد،
وحتى الآن الكرد لديهم وجهات نظر مختلفة بهذا الاتجاه. أنا أعتقد هناك جزء كبير جدا من الكرد يرفض هذه التصرفات. اليوم اللي حصل أو قبل يوم أو يومين من القضاء في كردستان العراق، أنا أعتقد هذه سابقة خطيرة جدا. أنتم المن تابعين شنو داخل هذه الحكومة، خارج هذه الحكومة، داخل هذه الدولة، خارج هذه الدولة. فبالتالي هذه الذي كنا نحذر منه سابقا، وقلنا بأنه يجب أن يكون هناك سؤال ما هو نوع العلاقة، نرجع ونقول ما هو نوع العلاقة بين الكردستان وكذلك المحس. اسمح منك، منو نوع شو أو شنو نوع العلاقة بين إقليم كردستان وبغداد؟ أي هذا أما شوفوا أنا جاي أقول أن هذا السؤال الجوهري. إحنا بس نرد أسمع الإجابة. هو الجاي يقول أنتم شنو تردونه، إحنا وياكم شنو اللي تردونه؟ بس أنت هيك تقول أنا أريد أنا إقليم وفدرالية، لا هي فدرالية، لا هي كونفدرالية، لا هي دولة بواحدة. فاعطيني نوع العلاقة خلينا نطبقها أنا وياك، وأنا حاضر على عيني وعلى راسي. وين كنتوا صاركم؟ مش قد من 2003 ما عرفتوا نوع العلاقة؟ والله ست أملها من زمان، هو تعرف حتى من إجى، هسا أنا مالله تتحمليني ما 2003 وأنا يلا من 2010 لا حتى من 2003 أحكي لك، بس أنا أقول لك بالنسبة لنا لا تحمليني من 2003، إحنا بالنسبة لنا العملية السياسية بال 2014. أقول الوضع حتى من 2003 انتقال من النظام الدكتاتوري الى نظام منفتح نظام ديمقراطي، هذا سبب لنا مشكله كبيره جدا. بدايه التاسيس بها شافها كثير من المشاكل، كتابه الدستور ايضا شافها كثير من المشاكل، ولكن صارت الامور مشت الامور وكتب الدستور والعمليه السياسيه مشت. ولكن هذه القضايا يجب ان نثبتها بانه كانت في وضع غير طبيعي وغير مستقر، وهذه نتائج الان نتائج سلبيه ومشاكل كبيره جدا ما ممكن ان تستمر. لذلك أقول بأنه الآن من حقنا أن نجلس كعراقيين جميعا وبمحبة مع الأخوان في الإقليم نقول شنو نوع العلاقة اللي تردونها. من 2003 إلى يومنا هذا إحنا ما نجحنا، ما استقر الوضع السياسي، وكل سنة يعني أخت أمل في مجلس النواب في الدورة السابقة تحدث كل سنة عندنا مشكلة في قضية الموازنة، ما ينطي هو إيرادات يقول لك ما أنطيك وأنا أريد أخذ موازنة، وبالتالي حتى تمشي في سبيل أن يستقر الوضع، يستقر البلد، حتى تمشي الموازنة، حتى الناس المساكين، ولكن لحد هذه اللحظة هو لم يطبق هذا القانون، قانون الموازنة. لذلك أقول بأنه يا أخوان إحنا نريد مصلحتكم كشعب كردون، أنت من حقك شو النوع العلاقة اللي تريدها؟ فيدرالية إحنا حاضرين، تعال بس طبق لي خليني أشوف النموذج موجود. هسه اللي دا يروح من أموال 200 مليار إلى الإقليم تحت يا باب، والله لا هي شوف هسه نوع العلاقة هسه موجود، هسه لا هي فيدرالية ولا هي كونفدرالية. أوكي لا 200 مليار قرض هيك ما دين هيك والله لا قرض ولا يوفون القرض، وخذيها من عندي، خاف واحد يقول لك قرض وبعدين الموازنة أبدا لا قرض ولا إيش. زين هذا وحده، ولذلك اقول لك على هالقضيه الان هذا النموذج اللي عندنا هسه. وزاره الماليه ما تدفعها تحت يا غطاء، يعني احنا ردين باب اللي يدخل جوه هذا ال 200 مليار يعني باي باب اخليها؟ عندنا شو اسمه استحقاقات، عندنا كذا طبعا لف على القانون، ماكو فد شيء ايراد يعني حقيقي تقول مثلا يابا شنو هذا ال 200 اللي تتوزعها، خب نعطيها هنا للموازنه للشعب. فبالتالي اقول هناك مشكله حقيقيه. الاخوان سواء كان في يعني الحكومه الكردستانيه الموجوده هناك بالاقليم، الاخوان القوى السياسيه الموجوده حاليا، اذا ما جاوبوا على هذه الاسئله ثق بالله العلي العظيم كل سنه هناك مشاكل وعدم استقرار. هذه المشاكل يجب ان تحل، ويجب ان تكون هناك اراده حقيقيه وشجاعه من الكتل السياسيه ومن القوى الاساسيه بان تطرح هذه الاشكال، هذا من اجل بلدنا ومن اجل كردستان اصلا. أما إذا بقى الوضع كما هو عليه فأخذيها كل سنة راح هناك مشكلة. جمهور كثير يتهم الإطار بأنه هو يعرقل قانون الأمن الغذائي لأن حتى لا يحسب إلى انتصار للكتلة الصدرية، لأن به تضمينات هواي تتعلق بالأمن الغذائي، تتعلق بالمحاضرين، بالغاز، بالكهرباء، بتنمية الأقاليم. تنمية الأقاليم مش داخل بالأمن الغذائي. كل المحافظة. ها؟ كل المحافظة. موازنة معدة حكومة أنا ما لي دخل في الدستور هالقانون، هذا كلام خطأ. إحنا شنو طرحناها؟ نمشي قضية المزارعين ما عندي مشكلة، شنو اللي تريد تضمنها ضمنها، بس شنو؟ تعال عدل قانون الإدارة المالية وخلي الحكومة العراقية، وإن اختلفنا في بعض القضايا والمسارات السياسية، عدل القانون الإدارة المالية وخلي الحكومة العراقية تاخذ سلف وتبطل، ما عندنا أي مشكلة. فقضية هذا يعني اكو صار شو يعني بصراحة وفذهالة إعلامية كبيرة جدا وتسقيط، هذا مو صحيح. احنا الهدف الاساسي من قانون الموازنه وكذلك الامن الغذائي هو لمصلحه البلد كما يقولون كذلك، ولكن اذا انقطع ولم يمشي القانون بانه راح يصير مجاعة، هذا كلام غير صحيح. لكن دكتور متخافون من الضريبه في حال انه تم تأجيج الشارع عليكم بانه انتم وقفتم المحاضرين مجانين، الكهرباء اذا صارت بالسابع مو زينه او بالثامن، تأجيج الشارع راح يدفع
ضريبته. أعطيت بدائل. أنا ما شنو البدائل اللي أعطيته؟ أولا أعطيت بأنه خلينا أغير قانون الإدارة المالية حتى يأخذ الحكومة العراقية سلف وتطي الناقص سواء كانت المزارعين الفلاحين الكهرباء غير هذا واحد. ثانيا قانون النظام الغذائي هناك به مشاكل كبيرة جدا. إيش دخل الأمن الغذائي بقضية المحافظات؟ خوب تعال خلينا نشكل حكومة وجيب للموازنة ومشي لك. فبالتالي هذه إشكالات غير واقعية وغير حقيقية وطرحناها وبيناها في أكثر من موضوع. وحتى قضية الآن حتى هذه اللحظة فرضا بأنه تعال إذا مشى هذا القانون الأمن الغذائي أنا ليش أعطي 8 تريليون بتاريخ بالموازنات ما صار أعطيها لوزارة التجارة بعد الأمن الغذائي والمشاكل اللي صارت؟ أول القضايا اللي انثارت الشارع أو الصيف القادم سيكون لهب والكهرباء كلش تعبانة. شنو مشكلة؟ هذا مو مشكلة الحكومة العراقية هي لازم تقدمها يعني مو الموضوع كله متعلق عقباتها بأنه ربما يتحول الموضوع إلى صدام شيعي شيعي؟ لا هذا لن يحدث أبدا. شنو الضمانات أنه ما يحدث؟ الكل يعني بصراحة هناك وعي للخطورة والمرحلة. التصادم الشيعي الشيعي الكل يخسر به. الرهان على الشارع هو رهان خاسر والكل الآن أصبح يعرف اللعبة وكل واحد عنده جمهور وكل واحد عنده وضع وأنا أعتقد بأن الطرفين هو لن يراهن على موضوع الشارع والاحتكاك الشارع ممكن يطلع تظاهرات ممكن أن يكون هناك تقاطع سياسية ولكن الاحتكاك الشيعي الشيعي هذا خط أحمر. لكن ربما يثار من جديد ذلك ستعمل هذه الملاحظة مهمة وجود صمام أمان اللي هي مرجعية دينية أنا أعتقد هذا يمنع أن يكون هناك أي احتكاك شيعي شيعي. واحدة من السيناريوهات اللي ربما ترجع أنه حرق المقرات الخاصة بالأحزاب شوفها بالسابع بعد التظاهرات بالثامن هذا اللي صارت. شوفي حتى سابقا اللي صارت انت بداية التظاهرات هي مطالب والآن انت تعرفين الآن شنو اللي حصل اللي الموجود هناك انحراف كبير جدا عن هذا المسار وهناك أصبحت مجاميع. نحن مع أي مطالب حقيقية مطالب تقدم يعني تطالب بخدمة للناس احنا معها في هذه اللحظة ولكن استهداف المقالات هو شنو مصلحة من مقالات موجودة هي اما إيجار او أملاك شخصية أنا أعتقد هذا خطر كبير جدا ولكن الرهان على هذا الوضع بأنه هناك كهرباء وهناك يعني شارع سوف يثور خلال الصيف من أجل مشي لقاء قانون الأمن الغذائي أنا أعتقد هذا خطأ كبير جدا لا تبنى الدولة ولا يمكن أن تستقر عملية سياسية في التلويح بالشارع يعني هذا سوف ينعكس سلبا على كل الكتل السياسية. يعني قراءتك السياسية في حال أنه بعد هذه الانسدادات بعد الشد اللي صاير بين الأطراف المختلفة المتخالفة اكو تظاهرات بشهر السابع لو لا؟ حتى لو كانت اكو تظاهرات الشيخ قال بان هناك يعني سمعت الشيخ الخزعلي قال بان هناك يعني مجاميع كنا في تشرين اقوى اضعاف ما راح تصير بعد يعني مثلها واقوى ولكن ايضا الشارع الكتل السياسيه عرفت اللعبه بعد انت تريد تظاهرات من اجل مكاسب سياسيه لن تتحقق بعد مكاسب سياسيه تحت ضغط شارع لان الاخرين لديهم شارع والكل الان مستعد لذلك اقول الكل يعرف الاخر ولن يذهبوا إلى الشارع والرهان على الشارع لأن هذا أنا أعتقد بأنه هذا مؤشر خطير جدا خصوص بعد الأحداث التي حصلت. الكل يجب أن يجلس على طاولة مستديرة هو الحل والحوار والنقاش من أجل استقرار العملية السياسية ومن أجل تشكيل حكومة. خلينا نروح إلى حكومة السيد الكاظمي أطول حكومة تصريف أعمال شلون تشوفوها؟ باكر راح تكمل هي السنة الثانية أو الثالثة؟ هذا الأمر متعلق بالكتل السياسية هو الخلل الكتل السياسية أنت الحكومة تصرف أعمال حتى هذه اللحظة إما أن يكون هناك اتفاق على تشكيل حكومة وترشحون رئيس وزراء لأن يعني بقاء حكومة تصرف أعمال أنا أعتقد هو أكبر خطأ تاريخي تقترفه الكتل السياسية لأن موضوع أولا تعرفين تصريف أعمال بدون أن يكون هناك صلاحيات لهذه الحكومة. الوضع الاقتصادي وضع صعب جدا الوضع الإقليمي متدهور سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو حتى على مستوى بعض المؤشرات أن تكون هناك ربما حروب كبيرة لذلك أقول بأنه الكتل السياسية هي المعنية بأنه يجب أن تجتمع وتتفق من أجل تشكيل حكومة جديدة. ما سمعت تقييمك؟ لا لدينا ملاحظات كثيرة فهم احنا حاكينا أكثر من لمدة سنتين الملاحظات؟ هناك تعرفين بالجانب الاقتصادي والجانب الصحي وحتى على مستوى الوضع السياسي والوضع الأمني لدينا ملاحظات كثيرة وتكلمنا بها أكثر في مرة يعني بأن هناك إشكالات حقيقية وهناك تأخر وهناك تقصير ولكن بقاها تصريف أعمال أنا أعتبرها بأنه خطأ كبير جدا. بس أنتم ظلمتوها هواي على اعتبار أنه هي حققت نجاحات هواي أكو إنجازات على مستوى العلاقات الدولية مكافحة كورونا
كثير من التفاصيل. يعني هو مو يعني ما ظلمنا، اذا كان ان اصبنا فهو تقويم للحكومه حتى ما تخطا، وان اخطانا فهو هذا الوضع السياسي في التقييمات. احنا الهدف الاساسي بان تكون حكومه جاده، حكومه تقدم خدمات لهذا البلد، تبتعد عن بعض الملفات، وهذا كنا نحن صادقين بهذه وناصحين حتى وان اختلفنا سياسيا وفي توجهات الحكومه، ولكن كنا ناصحين في تسديد بعض القضايا الاساسيه وكذلك بعض الملاحظات لهذه الحكومه من اجل ان يكون هناك مسار حقيقي يخدم هذا البلد. وهذا هو الوضع السياسي، ما ممكن ان اتفق في كل شيء مع سواء كان مع الحكومه او مع بعض الكتل السياسيه. اذا بقى هذا الانسداد، واكو مثل يقول اللي يشوف الموت يرضى بالصفونه، راح تبقون موافقين؟ راح يبقى السيد الكاظمي تصريف اعمال؟ شنو رايكم؟ لا تصف عمل ما ممكن تعرفين انسداد. لا هو انسداد، اما هذا الحكومه اما يعني الكتله الاكبر تجيبها، يعني لابد ان يكون هناك تصويت لها مجلس النواب او تصريف اعمال صعب، الوضع ما يتحمل يعني عمل. لا اذا طرح من جديد الوضع السياسي لكل حادث حديث، هاي ما افتهمت لكل حادث حديث انا ما اقدر اناقش هسه مثل سواء كان السيد الكاظم او غيره. لدينا ملاحظات، لا تجوز اذا انت معترض علي من الان. لا ليش ما تقول انا لدي ملاحظات على الحكومه العراقيه الحاليه، ولدينا مشاكل حقيقيه وجوهريه وتقاطعاتنا جوهريه، ولكن تجيني تقول اذا بقى الانسداد هيك وقدمنا السيد الكاظم، اقول شو كل حادث حديث؟ هذا الانسداد السياسي ياثر على مصلحه البلد، ياثر على مصلحه الناس او لا؟ ولكن لدينا لحد هذه اللحظه لا، احنا خلافاتنا خلافات جوهريه مع الحكومه. حضرتك من تقول الخلافات الجوهرية مع الحكومة، البعض يشير إلى أنه بعد هذا الانسداد السياسي هنالك من يذهب بعيدا، وهنالك من يقول هذا الشيء مستحيل بأنه هذا الانسداد السياسي نهاية إجراء انتخابات مبكرة جديدة. أنا أعتقد يعني حسب توقعاتي لا، يعني يكون هناك يعني تشكيل حكومة جديدة، ويكون هناك يعني كتلة أكثر عددا. اليوم أنت متفائل دكتور لو قراءاتك صحيحة؟ لا هو الواقع يعني الواقع هيك يقول، الواقع اللي عندي يقول أنه الشباب والربع هنا كل واحد متزمت برأيه وبمشروعه. أنت تدري مشاكل الموجودة في 2000 في تشكيل 2018 و2014 أكثر من هاي؟ بالعكس انتخابات 21 مو مثل انتخابات 2014، الخارطة السياسية جديدة. بتشكيل الحكومة كان هناك تقاطعات وكان هناك مشاكل كبيرة جدا، وحتى بتشكيل في الحكومة 2015 بس كان الحوار موجود. اي لا، وايضا تقاطعات ومشاكل كبيرة جدا، وبعضهم ايضا نفس هذا النقاش بانه راح تنعكس على الشارع، وقلنا بانه مستحيل تنعكس على الشارع. فبالتالي هاي بالنسبة الآن هاي النقاشات وهذا التقاطع وهذا الانسداد هو أخذ بكثير من السنوات أو الدورات السابقة. لذلك أقول أكو أمل، هناك عقلاء وهناك يعني مبادرات، وهناك يعني حتى سواء كان بالكتلة الصدية أو بالداخل الإطار، بأنه هناك إرادة حقيقية بأنه يجب أن يكون هناك التقاء من أجل تشكيل الحكومة. انتخابات ماكو؟ مو ماكو يعني يعني تعرف كل الاحتمالات واردة، ما نقدر نقول ما موجودة، ولكن الاحتمال الأكبر والأقوى ربما في تشكيل الحكومة. طيب العصائب طالبت لأكثر من مرة بتعديل الدستور، هذه المهمة مستحيلة أشبه بالمستحيلة سهلة راح تتبلور أكثر بالفترة القادمة؟ لا والله مو مستحيلة، خصوصا هالفترة كلش مو مستحيلة صارت. أوه إيه طبعا. شوف لو شنو؟ شوف احنا بنهاية 2011-2012 دخلنا بالوضع السياسي، يعني كان نهاية 2011 خارج الاحتلال، و2012 كان هناك يعني خطاب من سماحة الشيخ كان جماهيري، وقلنا بأن هناك مشكلة وهذه العملية السياسية عالجة، وهي مشكلة حقيقية والان بينت واضحه. وقلنا بانه يجب ان يكون هناك تعديلات جوهريه للدستور، بعضهم ما مشارك كان بالكتابه وكان عنده ملاحظات. واحده من القضايا الاساسيه بانه النظام يجب ان يعاد النظر به، النظام هو بن بيئته، قصد النظام الحكم. فاحنا مع وين تريد تروح؟ للرئاسي؟ نظام رئاسي او نظام شبه رئاسي. قلنا اذا اما يكون هناك نظام رئاسي او نظام شبه رئاسي، طبعا هاي تحديدا بال 2000 في بدايه 2012. بالبداية طبعا كانت الفكرة غريبة وكفلنا، يعني حتى الأخوان الموجودين كانوا قريبين علينا بأنه أنت ترجعون الدكتاتورية، وهذا كان خطأ. البعض يتوقع بأنه عندما أقول النظام الرئاسي يتوقع بأنه هو نظام البعث، هو نظام البعث هو نظام انقلابي دكتاتوري لا يجب الانتخابات ولا غيره. فقلنا حتى يصير نقاشات جوهرية خلنا نطرح هذه الفكرة بدون أن يابا انسوا الأعصاب وطرحت هذا الموضوع. حتى الآن احنا عندنا توجيه بنيابه من فلان يطرح مثلا نظام رئاسي ونظام شبه رئاسي، لا تقولوا بانه هذه الفكره فكرتنا واحنا منذ البدايه، لا خلوا الفكره تتطور وتتبلور حتى تمشي. منذ البدايه قلنا بانه هذا النظام هو بن بيت، هذا النظام البرلماني نحن نجحنا في ادخال المواطن في المدخلات العمليه السياسيه، ولكن هذه المخرجات
مخرجات العملية السياسية هي مخرجات أجنبية عن المواطن. نحتاج أن يكون المحافظ انتخاب مباشر، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بالانتخاب المباشر، حتى يكون المواطن مسؤول على الانتخاب. ماكو احتمال أنه تخسركم، أنه إذا استمر التشظي بين الكتل السياسية بتوين رايح؟ لا لا، المشكلة مو إحنا خسرنا. شوف الآن أكو بعض الكتل، لا أكو استحقاقات بأعراف. لا لا، ما رئاسة الجمهورية للكرد، رئاسة الوزراء للشيعة، رئاسة البرلمان للسنة. لا لا ما تروح. أولا أغلبية موجودة، أغلبية الشيعية موجودة، مو أكو تشظي، يعني ما أقدر أسميها أغلبية. هذه الإشكالات اللي حكيتيها، الإشكالات اللي حكيتيها، إحنا ذهبنا بأنه لا نذهب فقط إلى نظام رئاسي، خلونا نناقش هذا الموضوع. إما رئاسي أو نظام شبه رئاسي، ولكن الانتخاب بالمباشر أنا أعتقد بأنه واضح جدا أنه سوف تذهب. الانتخاب المباشر بالشعب، أنا أعتقد سوف هذا الشعب سوف يكون مسؤول عن أي مخرجات سواء كانت إيجابية أو سلبية. حتى بعد لا يجي يقول أنا انتخبت عضو مجلس النواب ولكن أنا ما انتخبت وزير ولا انتخبت محافظ. أهل مكة أدرى بشعابها، ربعك بالبرلمان راح يقبلونه والكتل السياسية؟ ليش ما أكو مقبولية لهذا الطرح؟ الآن الطرح هذا أصبح له هواي مقبولية، بالعكس حتى على الساحة الاجتماعية. ليش؟ لذلك أحتاج هذا الوقت بالتحديد. لأن هناك تلك واضح جدا بالنظام البرلماني. هسه البعض يقول بأنه ما أخذ فرصة النظام البرلماني. أقول وليش ما أخذ فرصته؟ أكو معناها مشكلة حقيقية. وأيضا هي القضية مطروحة للنقاش، بأنه يجب أن يكون هناك نقاش فعلي وحقيقي ونقاش جوهري. المهم هي التعديلات الدستورية. التعديلات الدستورية الآن أصبح الكل يعتقد بأنه الآن بات لزاما بأنه يجب أن نذهب إلى التعديلات الدستورية. هناك بعض الأحزاب التي ربما تتزمت بأنه يبقى الدستور كما هو عليه، لأن هناك لديها استحقاقات، ولكن هذه الاستحقاقات سوف تكون على حساب الآخرين، وهذه مشكلة حقيقية. الذهاب النظام الرئاسي ونظام شبه الرئاسة أنا أعتقد هو حل للوضع العراقي الحالي. مشكلتك بأنه هذا النظام انتهى ويحتاج إلى التحول إلى نظام رئاسي، لو مشكلتك بأنه لا لا لا. هذا الدستور كتب بمزاج كردي. لا لا، مو انتهى. أقول هذه مرحلة، وكانت هذه مرحلة مهمة جدا، بداية عملية سياسية حقيقية بالعراق، عملية ديمقراطية، والنظام البرلماني نظام ديمقراطي. ولكن أنا أقول أي نظام سياسي هو من بيئته، يجب أن يكون عاكس لرغبات هذا للبيئة مالته. كان الأخوان بالدستور، كتابة الدستور ما كان الكتل السياسية والأحزاب والمكونات راضية على كتابة الدستور، وكتب بيد يعني ترتجف، مو يد يعني صلبة ومستقل الوضع السياسي. الآن بحاجة أن نراجع كل دول العالم، سواء حتى الولايات المتحدة الأمريكية كم مرة عدلت الدستور، هذه فرنسا كم مرة عدلت الدستور، كل دول العالم تعدل الدستور. فإحنا لماذا نبقى على دستور جامد؟ لا هو نص قراني حتى لا يمكن تغييره، لا هو نص مقدس لا يمكن تغييره. فبالتالي يجب أن يكون على الأقل نقاش في بعض المواد التي ربما تنعكس أو إلها مساس مباشر بالعملية السياسية وخصوص النظام. طيب. سؤال أخير حضرتك، أنه بالعملية السياسية الموجودة حاليا أو المرتقبة، أكو تفاؤل بالموضوع؟ الحكومة ذا شكلتهم 6 أشهر من سنة، لو أكو تخوفات؟ لا والله، أنا بالنسبة لي متفائل كثيرا. الوضع السياسي أولا، أكو جانب إحنا نركز بس على الجانب، طبعا مو بس على الوضع السياسي، على كل الوضع العراقي. هناك مؤسسات إعلامية وهناك إيرادات دول أجنبية تركز فقط على الجزء الفارغ من الكأس، على الشيء الأسود، على الشيء اللي هو السلبي. نعم هناك مشاكل عندنا، وهذه المشاكل عندنا يجب أن ننتقدها بصورة مستمرة ونضع لها حلول، ولكن هناك جانب إيجابي كبير جدا، سواء كان الوضع الأمني أو الوضع بصورة عامة، حتى الوضع السياسي هناك تطور في هذا الجانب. ولكن نعم هناك مشاكل للأسف الشديد، بعض المؤسسات الإعلامية التي تخضع لأجندات معينة فقط على هذا الجزء الفارغ من الكأس وركز عليه. الهدف الأساسي هو ضرب كل العملية السياسية. إذا تشكلت الحكومة راح تكون حكومة 6 أشهر لو سنة لو 4 سنوات؟ لا ما أعتقد 6 أشهر، إن شاء الله تستمر. يعني هذا اللي يضيدان الأحداث، نحن ما نعرف شو راح يصير، بس إن شاء الله نتكاتف جميعا من أجل الحكومة تستمر. طيب، الدكتور نعيم العبود الناطق الرسمي باسم عصائب الحق، شكرا جزيلا لك، ونعزك بوفاة الوالدة. الله يبارك فيك، رحم الله فقدتكم، وأنكم صبر وسلوى. ممنون، شكرا جزيلا، الله يبارك. مشاهدينا، هذا شكر موصول لكم على حسن المتابعة. أشوفكم باكر إن شاء الله بحلقة جديدة من على المسار. تصبحون على خير.